ناجية ناجية. نعم يا خانم. ليش تأخروا ما إجا لهلا؟ يرجعي دقي له كمان لشوف. من شوي اتصلت مديحة خانم وقال 10 دقايق بيوصل. هلا 10 دقايق صار لهم ساعتين ما كانوا يخلصوا. آه انطلقي بسرعة البرق وافتحي ناجية بسرعة لشوف. أهلين وسهلين إسماعيل. أهلين وسهلين. خذي هالجاكيت من إيدي ناجية. إيه عمي وين كنت لهلا؟ يعني أنا احتجتك مرة بهالعمر وإلي من الصبح هون عم بستنى رجعتك. لا شوي شوي بنتي، ليش هيك عم تجرجريني؟ إلك عندي فكرة رائعة. خير خير إن شاء الله. شو هالفكرة هاي؟ رح انتحر لحتى ربي جاه. شو؟ بدك تنتحري؟ لك مديحة شو عم بتقولي كرمال الله؟ عمي أنت خرفت شي بالكذب طبعا. ما رح أقتل حالي كرماله. ليك ليك حتى ناجية كمان صدقت. مجنونة أنتي بنتي. أنا معقولة روح من غيرك؟ باخدك معي وين ما بروح. أنا بعمل هيك عملة غبية؟ أنا لساتني صبية حلوة وبكير على الموت، وفوق هيك مالي رايحة قبل نبوش تبعك. بصراحة أنا ما كنت ناوية خبرك بشي أبدا، كان بدي تيجي تشوفني وأنا غايبة عن الوعي والإدوية بحضني، بس لأنه حضرتك بتلقطع وهي طايرة ومن نرفستك رح تزتني على الباب، لهيك قلت لحالي قولي له من الأول. كيفني معك؟ فكرة حلوة ما هيك؟ نجية يلا روحي جيبي الكلور يا إلي بنتي. حاضر يا بيه. يلا بسرعة جيبيها. ليك عمي اسمعني، جان ما رح يرضى أنا وناجي نتجوز بغير هالطريقة، لهيك أنا كمان رح انتحر، يعني رح أعمل حالي إني انتحرت كأنه أنا أخذت كمشة أدوية. وإنت على أساس لحقتني وأنا نص غايبة عن الوعي. وشو رح يصير بعدين؟ بعدين هو بيصحى وبيعذبه ضميره وبتنهمر لدموع على خده وقلبه بيوجعه، وبعدين بتيجي نهاية السعيدة. أنا هاي القصة شايفتها بمسلسل هندي. يلا عمي شو رأيك؟ خلينا نحاول وحط إيدك بإيدي. لو سمحت. عميم مديحة انت جليت شيء؟ من وين اجتك هالفكرة المجنونة؟ عمي هالفكرة بس لا أقدر أقنعه لجان. لا ما بصير الحكي، روحي بروحي. معناتها احنا كمان بروح وبنتحر عن جد. ناجية جيبي سكينة المطبخ بدي غرقكم بالدم. شو عم تحكي مديحة خانم؟ يا الله عمي ليك اسمعني شوي، جان ما رح يرضى يجوزني لناجي غير هيك. الزواج وتأسيس عيلة والسعادة مو من حقي أنا كمان. أوف مديحة أوف. جان هو اللي أجبرني فكر بهالقصة، واقف معي هالمرة. خليني أتجوز ناجي. الله يوفقك. اتصل بجان وقل له يا بتلحق أمك يا ما بتلحق، لو سمحت. يلا رح يكون عرس بالجنة. ها ليكو جدي عم بدق لي كمان. قالوا نعم جدي. جان ليك يا ابني، امك حاولت تنتحر. تعال فورا لهون. كيف؟ جدي انت شو عم تحكي؟ نحن رايحين على المستشفى هلا يا روحي. يلا يلا تعال لا تضيع الوقت، تعال فورا لهون تعال. طيب طيب خلص سكر، انا جاي فورا جاي فورا. خير جان شو في؟ امي قبل شوي حاولت تنتحر. شو؟ هذا اللي قال لي اياه. وقف انا كمان جاي معك. آخ أنا كنت إنسانة منيحة، ليش هيك عملت بحالي يا ترى؟ كذبتي الكذبة وصدقتيها، شو عم بتقولي أنت؟ عم قول الله يعفي عن ذنوبي، قولوا آمين. يا ربي دخيلك على هالبلوي. ليكي ناجية ممكن تعطيني الروج تبعي من شنتايتي؟ ما بدي انتقل للجهة الثانية وأنا بهالمنظر. بالجهة الثانية بيكون في إلفيس ومارلين مونرو ناطريني. تفضل مديحة. بس فهميني انتي ناوي تجننيني بنتي؟ شو هاد لسه عم تحكي شروي غروي كل الوقت؟ معناتها عمي لازم تجوزوني لناجي، منه أنا برتاح ومنه أنتو بترتاحوا. عفوا مديحة تكين بأي غرفة؟ هي موجودة بالغرفة 115. ماشي شكرا. يلا بهاي الغرفة تعال. بس حطيها ببالك، اللي ما اجت ساعته ما بتطلع روحه. استغفر الله العلي العظيم. امي مديحة خانو. ماما انت منيحة؟ جان ابني هذا انت؟ ايه امي هذا انا. لك امي مشان الله انت شو عملتي بحالك؟ انا عم موت وانت جاي توداني مع امي وقلي جنبك؟ يا عيب شو أمي، مو وقته لهالحكي كرمال الله. خلص يا أولاد تعوا معي لبرا، أنا بشرح لكم. تعوا يلا. إيه عصافير بطني عم يزقزقوا، الموت كتير فتح لي شهيتي. شو منساوي ناجية؟ منروح مناكل لحم بعجين هلأ؟
لا تجيبي سيرة الموت مديحة خانم. بدي موت، ما بتكون الطعموا على روحي لحم بعجين. ها والله نشف الدم بعروقي، شو اللي عملته أمي؟ ما تخاف لك ابني، ما في شيء خطير بنوم، ما تاكل هم. طيب شو عملت بحالها؟ اتوترت وأخذت أدوية وغسلوا لمعدتها وهلا وضع منيح. أخ يا أمي أخ، لك شو اللي عم بيصير معها؟ ليش عم تتصرف بهالطريقة جدو؟ ابني أنت مو قطعت عليها الطريق بموضوع ناجي وما رضيت تتجوزها إياه؟ إيه. من وقت دخلت المخلوة بحالة اكتئاب وصارت تقول إذا ما بتزوجوني ناجي بنتحر وبقتل حالي وهيك ترتاحوا مني. يا الله عشقانته يعني. أسفة. ابني أنت لازم تكون لين شوي، شايف وضع أمك شو صعب؟ خلينا نزوجهم لبعضهم لحتى الكل يكونوا مبسوطين. لك يا جدي والله ما فيني اشوفهم متزوجين وطالعين على الجرايد والتلفزيونات وما بعرف شو، مشان الله لا تحرجني بهالقصة. طيب جان منساوي لهم عرسهم معنا؟ لا مو معقول. هذا احسن حل، بيضيعوا بالزحمة هنن كمان. شو في يا جان؟ خلص فتو. لك حتى انا وياك زبطت قصتنا، مرقت على راسنا كتير مشاكل وتعذبنا كمان. معناته هالحكي انه مرت عمي حاسة بهيك عواطف تجاهه، خليها تعيش حياتها وتنبسط. ايه يلا ابني وافق جان. اسمعيني كتير منيح ناجية، بدي الكل يلبس ألوان مناسبة لشخصيتي النغشة بجنازتي، ما بدي حدا يحط نظارة شمسية على خلقته، بدي شوف الكل عم يبكي، هذا شرطي، لأنه مو كل يوم رح تموت مديحة تيكين. الله يطول بعمرك، صحتك منيحة يا خانم وما فيك شي. ليكي أمي بدك توعديني ما تعملي هالحركات مرة تانية، بصراحة كنت رح أموت من خوفي عليك. خلص إذا لهالدرجة هي بتحبي للتافه يلي اسمه ناجي وما فيك تعيشي بلاه، روحي تزوجي، بس ليكي أنا ما دخلني بشي بعدين، أنت أدرى. ها أنا خلص عملت اللي علي. رح اتجوز أنا وناجي، رح اتجوز. شو عم بتساوي مثل المجانين؟ في مجال تنزلي وتتسطحي؟ ناجية بتبلشي التحضيرات للأعياد، فلتبدأ الاحتفالات في قبرص وكافة القنصليات والسفارات، يفردوا السجاد الأحمر، يخبروا الأوركسترا عنا عرس يا ناس، رح اتجوز أنا وناجي. رح اتجوز أنا وناجي. يا الله ليش تأخروا هدول كل هالقد؟ امتى رح يجوا لحتى نخلص من هالموضوع؟ يعني انتي كيف رح تطلعي من خرجة ثلاث نسوان رح يلبسوا فساتين عرس؟ الادرينالين صار عندي كتير عالي عالي. الله يكون بعونك فتو. لا 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 مرحبا فتون، كيفك؟ طمنيني عنك اختي، انت منيحه؟ ما بتتخيلي قديش انا متوتره وفرحانه. انا منيحه بس فهميني، انتو جايين مع بعض؟ لا مو جايين مع بعض، التقيت فيهم باول الشارع. مرحبا فتون، كيفك حبيبتي؟ اهلين نبهات خانم. كيفك ام قوقتي؟ منيحه مديحه خانم. يا ريت لو ما منقول ام قوي وقزمه رح نصير قرايب. هلا مزبوط اللي عم تقولي، واصلا بنهايتنا السعيده الك مجهود كبير، ما فيني انكر يا قزومتي. رجعت طلعت من تمي بدون ما انتبه. ما بتقدري. مو مشكله، خلونا نفوت، لسه رح تلبسوا فساتين كتير ورح تشلحوا اكتر، رح ترجعوا تلبسوا وتغيروا. انا الاولى نبوش المعفنه الاخيره وانا الثانيه.
شايفة شو بدنا نساوي؟ مستحيل تتغير هالمرة. ييه لسه ما خلصتوا لهلا؟ ليتني اختي جاية جاية. الله يحميكي طالعة بتاخدي العقل ميسو. بتجنني حبيبتي. بعدي هيك ميسون بعدي. وقفي لشوف. نبهات خانو كيف طلعت يا فتون؟ أكيد عجبتي. يعني يا شو هاد؟ شو بده يكون؟ فستان عرسي؟ يا انت امتى حطيتي الطرحة والكفوف والشنطاية؟ معقول تلبسي هدول بعمرك هاد؟ ليش عفوا شو بعمري؟ بعد هالعمر ما بدك فستان، كتير عليك شافة قماش بيضة تستر بدنك. عندهم كوليكشن أكفان آخر موديل. قليلة التربية مديحة خانوم نبهات خانوم. بعرف انكم منفعلين، لو منخفف التوتر شوي. انت سكتي امي قوي. شلحي هاد لشوف. شلحي. بحب قلك يا مديحة خانوم انه الفستان هاد ما بيجي على مقاسي. وي على هالعلقة رح تعلق. انت شو قصدك تقولي نبوش؟ قصدك انا مطبلجة؟ ما قلت مطبلجة، قلت ما رح يجي عقياسك حبيبتي. ليكو 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 نبوش، لك استحي لي قدك صاروا تحت الارض هلا. مديحة خانو ممشان الله هدي اللعبة شوي. قلت لك انت ما تتدخلي قزمي. شلحي هاد لشوف. لا ما رح اشلحي. انا رح البسه. شلحي. بعدي هيك عمي شو مجرمة؟ يعني انتي ما رح تشلحي بالذوق؟ لا طبعاً. معناتها أنا عملت اللي علي. طرحة هاتي يا لشوف. ليكي ما بسمح لحدا يقول إنه الحماية طلعت أحلى من كنتها. بدي طرحي. شلحي هدول الكفوف كمان. يا خالي اسلام. ناجية. نعم. معقول بدك تسمميني بأسعد يوم بعمري وأنا عروس؟ أعوذ بالله، شو هالحكي يا خالي؟ مثل السم هالقهوة، روحي ساوي غيرها. حاضر. ناجي يا عيونه. بكفي ناجي، فجرت المرايا من جمالك، تعال هون اهتم بجمالي. تزبط لي الطرحة. أنا عن إذنك لحظة واحدة. روح. انت منيح؟ شبك؟ ما بعرف، يمكن منيح. صدقي؟ حاسستك رح توقع من طولك، شو عم بيصير معك؟ انا رح فوت على الحمام. تفضلي يا روحي، تفضلي. من التوتر على اغلى. شكرا ناجي. اذا هيك قبل كتب الكتاب شو بده يصير فيه بعدين؟ يلا شكرا لك. ديري بالك. شكرا 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 على زبطك. جان وينه المأذون؟ فيك تفهمني ليش تأخر كل هالقد؟ والله إذا بمسكه رح أخنقه بإيدي التنتين هدول. لك هنادي أنا شو بيعرفني وين بده يكون؟ أكيد على الطريق وهلأ بيوصل لعنا. هاي آخر مهمة مستحيلة إلي، ليك من هلأ رح قلك ياها. أنا من اليوم مستقيلة ورح روح أستقر وعيش حياتي على شط البحر. هنادي خانوم أنتي وناجية للشهود بتعرفي ما هي؟ ايه شو هالخبر الحلو ستفتون؟ انا وناجية الخدامة شهود؟ شو هالخبر الحلو هاد؟ ان شاء الله بتتهنوا. والله يا فتون مالي مصدق ايمت تخلص هذا اليوم مشان الكل يحل عنا ويروح. عفوا تفضلوا تفضلوا فروق شوي. تفضلوا اهلا وسهلا. شلون نحن تورطنا وعلقنا هاي العلقة؟ لك انا شو بيعرفني؟
فتون حياتي، انت ليش ما لبستي لهلا؟ ما ضل معك وقت كتير، طلع البسي لو سمحتي. جان حبيبي روق شوي، انا فستاني جاهز وفوق بالخزانه، رح البس فستان عرس امي شبك. يعني امتى بدك تلبسي؟ ما ضل في وقت ولازم تكوني جاهزه. ماشي حبيبي، انت روق شوي. روق. يا ربي على هالقصه ليكو، على الحاله ليكو. جنبني اتلفي يوم خلص يدي، بعدين بنحكي لو سمحت. بعدين يا خانو. كله هالتأخير من أم قوي. روقي يا عصفور، جاء عبالي القطة بشي زاوية وفشخل فيها. شو هالحكي ما بيصير؟ ليش تأخروا اسماعي؟ أنا سبق وشفت الفيلم، إن شاء الله ما تكون النهاية زادة. نزلونا هيك من بكير، لو منعرف ما كنا بكرنا هالقد. خولي بالك حبيبي. يا ربي دخيلك. طلعنا ديلو. ما حلوة ميسوم. يلا حبيبتي شو صار معك؟ ما لبستي لسه؟ تأخرنا عن الناس اللي تحت، فوت ساعدك. طيب انتي ليش ما عم بتردي علي؟ ردي يا فتون. فتون انتي قاعدة جوا عم تبكي؟ ليكي انا رح افوت لعندك. شبكي يا عمري؟ شو اللي مزعلك فتون؟ فستاني منزوع، العدت معشش فيه. خلاص يا روحي، شو هالمشكلة يعني؟ لا تبكي لو سمحت. طيب شو بدي ساوي؟ شو بدي ألبس هلأ؟ اسمعي لقلك، أنا وياكي لبسنا رسمي مرتين من قبل، صح كلامي ولا لا؟ ودخلك شو صار وقتها؟ ما زبطت أمورنا. أي طيب، هالمرة ما رح نلبس رسمي ورح نعمل عكس الكل. كيف يعني؟ عن جد عم تحكي جان؟ أي طبعا عن جد، أنا كمان بلبس بنطلون جينز وقميص ومنخلص من هالقصة. طيب معناتها يلا اركض بلا ما نتأخر أكتر، هلأ هنادي بتموتنا. لك أنت حلوة بكل حالاتك يا نور عيوني. يلا بسرعة. يلا رفيف، اهلا وسهلا. انبسطت لانك رجعت يا رفيف. يلا يلا شكرا رسالة. أهلين يا جان يا أبي. أهلين أهلين من إحسان، أهلين بحبيبات قلبي، والله ما لبسلم رح تتزوج. لا والله الحمد لله الحمد لله، والله ما بدي عمري صدق رح تتزوج الحمد لله. رح تموتوني انتو عن جد، ناويين تموتوني اليوم؟ رح تطلع جنازتي من هالعرس، عن جد عم بحكي، أربع أعراس وجنازة وحدة، بهنيكم من قلبي، ألف مبروك. لك الله لا يحرمني منك ومن حكياتك الحلوة. أهلين بالعسان. مرحبا. يا الله أهلا وسهلا يا جان يا ابني، ألف مبروك. نورت نورت والله، جيت العسان أنتو. إي والله بتشكركم يا جماعة، أحلى عريس والله. رح نبلش هلا بعقد القران الجماعي، ورح نبدأ بالعرسان فتون دينج وجان تيكين. جان تيكين، هل تقبل بالسيدة فتون دينج زوجة لك في السراء والضراء في الصحة والمرض؟ جان؟ جان شباب، شبو يا عصفورتي صار معه شي؟ ليش حراس ناجي؟ ليش هيك سكا؟ جان؟ يلا جان احكي شو بها. ليش ساكت؟ يلا ابني خايبي دار ما تمام. لك عم بمزح، عم بمزح معكم يا جماعة. السيدة فتون دينج، هل تقبلين بجان تيكين
زوجا لك في السراء والضراء في الصحة والمرض. وأنا بالسلطة الممنوحة إلي من مجلسنا البلدي بعلنكم الآن زوج وزوجة. ألف مبروك يا فصعونتي. كان يا مكان في سالف العصر والأوان، كان في بنت وحيدة حبت شاب من كل قلبها وعاشوا حياة سعيدة. زواجهم ما كان زواج عادي، كان فرحة كبيرة جمع كل الناس اللي بيحبوهم، فرحة إلهم وفرحة للعالم اللي ما تركت إيده، وفرحة للعالم يلي وقفوا معهم بكل الظروف. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.